تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمي. وقال رئيس الوزراء إن هناك حرصاً شديداً خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية. كما قام مدبولي بزيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف والذي يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات.